الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله، تراصوا اعتدلوا، حاذوا المناكب والأقدام، سدوا الخلل، تأكدوا من إغلاق الهواتف، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا السماء واعتدوا ارحمني ارحمكم الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه
شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ein Mercedes FZE
2010 soll bitte weggefahren werden, steht falsch auf einem privaten Parkplatz. Also ich wiederhole es nochmal. Das ist ein Mercedes FZE 2010, soll bitte weggefahren werden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في حديث سابق تكلمنا عن الخطر الأكبر الذي يخاف منه كل مسلم يقيم في الغرب، وهو الخوف على أولاده من الانحراف عن الدين والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، إلى حد أن بعض العلماء المشهورين المعاصرين أفتوا بحرمة العيش والإقامة في الغرب بسبب ما رأوه من انحرافات في صفوف أولاد المسلمين عن الدين بدرجاتها المختلفة التي تبدأ من صغائر الذنوب إلى الارتداد عن الدين. وقلنا إن بالنظر في كتاب الله عز وجل نجد أن أفضل الوسائل والسبل التي بها يحمي المسلم أولاده في الغرب التضرع والدعاء لله تبارك وتعالى، وذلك في قوله تبارك اسمه: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الوسيلة الثانية أو السبيل الثاني لحماية أولاد المسلمين في الغرب هو صلاح واستقامة الآباء. صلاح واستقامة الآباء له أثر مباشر على صلاح واستقامة الأولاد. نأخذ هذا من قول الله عز وجل في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. واحد خايف يترك أولاده ويريد أن يؤمن مستقبلهم. كل واحد مسلم يريد أن يؤمن مستقبل أولاده ماذا يفعل؟ يضع لهم مبلغا ماليا كبيرا في البنك، أو يشتري لهم بيتا، أو حتى لو كان من الحرام، يعني حتى لو كان من مال محرم أو فيه شبهة. المهم كل هذا ما الذي يدفعه إلى هذا؟ يقول لك أنا إذا كان علي مش مشكلة، المهم الأولاد، أنا خائف على الأولاد. وشوف القرآن بيقول إيه: خائف على أولادك، تريد أن تؤمن مستقبلهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله. إذن تقوى الله والاستقامة على أمر الله من جهة الوالدين له أثر مباشر على استقامة كذلك الأبناء. الأمر الثاني في سورة الكهف التي نقرأها في كل يوم جمعة، وفي قصة سيدنا موسى مع الخضر، يقول الله تبارك وتعالى على لسان الخضر شرحا لسبب قتل الغلام، يقول الله عز وجل إيه: وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طب القصة دي كلها ليه؟ اللفة دي كلها ليه؟ لماذا يقتل سيدنا الخضر الغلام ويستنكر عليه بدون سبب سيدنا موسى؟ لأنه لا يعلم. كل هذا سببه صلاح الإيه؟ الوالدين، وكان أبواه مؤمنين. طيب في القصة التالية في الموقف التالي، وهو موقف إقامة الجدار، إقامة الجدار وصناعة المعروف في قوم رفضوا استضافة سيدنا موسى والخضر، وينكر عليه سيدنا موسى فيقول له إيه: وكان أبوهما صالحا.
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما إيه؟ صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. يعني أيضا السيناريو ده والقصة دي واللفة دي كلها إنه لأنهم لو ما أقاموا الجدار لسقط وانكشف الكنز وضاعت الأموال على الأولاد. فالله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لحفظ هذا المال لهؤلاء الأولاد. ما السبب؟ وكان أبوهما صالحا. السبب هو صلاح الأولاد. طب الصلاح ده نعمله إزاي؟ إحنا أمامنا فرصة الآن للصلاح والاستقامة وهي العشر الأواخر من رمضان. أنا أريد منكم أن تتأملوا معي جيدا هذه العبارة للإمام ابن القيم. والإمام ابن القيم أنا أعتبره فقيه القلوب. يقول لو كانت ليلة القدر ليلة واحدة في السنة لأقمت السنة كلها. يعني مش ليلة القدر في شهر رمضان، إحنا عارفين إن هي في شهر رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا قلنا التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فخلاص عرفنا أنها كمان في العشر الأواخر من رمضان. إنما رغم هذا، رغم أنها فقط عشرة أيام في السنة، مع ذلك نكسل وننام ونبتعد عن بيوت الله عز وجل في الأيام العشرة من رمضان. فهو بيقول إيه؟ بيقول لا، ده ليلة القدر دي لو كانت ليلة في السنة كلها كنت سأقيم السنة كلها، لأنه مش ممكن أضيع ليلة القدر حتى ولو كانت في السنة كلها. فلنحرص أيها الإخوة، لنحرص نقولها مئة مرة، هذا موسم خير، لنحرص على أن نغتنمه. والله كم سررت بالأمس عندما وجدت أن المسجد فيه أكثر من صفين يصلون صلاة التهجد، هذا شيء مفرح. ونريد أن يزيد العدد، نريد أن يمتلئ المسجد في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان في صلاة التراويح وكذلك في صلاة التهجد حتى صلاة الصبح. هذا خير كبير أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. وعندما تأتي فرصة خير ولا يغتنمها المسلم يتحسر عليها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم. Die Autos mit den Kennzeichen OFK1569 und FJI1410. Ich wiederhole OFK1569 FJI1410. Bitte rauskommen, müssen die unbedingt sofort weg. بسم الله الرحمن الرحيم. Also Dr. Khalid hat ein Thema angeschlossen, was er vor einigen Tagen schon angesprochen hatte. Und zwar ging es um die Erziehung der Kinder hier im Westen, beziehungsweise in nicht-islamischen Ländern. Und bereits letztes Mal wurde angesprochen, dass die beste Methode dafür, seine Kinder rechtschaffen zu erziehen und ihnen eine gute islamische Erziehung zukommen zu lassen, das Bittgebet ist. Also dass man aufrichtig und mit festem Glauben Allah darum bittet. Und es wurde bereits erwähnt, dass es ein großes Problem ist, dass sogar einige zeitgenössische Gelehrte gesagt haben, dass es den Menschen verboten ist, den Muslimen verboten ist, im Westen zu leben, weil man eben sieht, dass die Nachfahren der Muslime, also die Kinder der Muslime, davon schlechten Einfluss nehmen. Und das kann eben von also ganz kleinen Stufen bis zum höchsten Ausmaß gehen, also wenn man jetzt von kleinen Sünden spricht, die hier eben gemacht werden von den muslimischen Kindern oder eben Nachkommen und Jugendlichen, oder eben bis dahin, dass die Muslime eben aus der Religion austreten und den Islam verlassen. Und darum gibt es eben einige zeitgenössische Gelehrte, die das an und für sich verboten haben. Die zweite Möglichkeit, die Dr. Khalid heute ansprechen möchte, neben dem Bittgebet, was die Eltern für ihre Kinder machen können, wovon der Koran oft zeugt, also dass Allah den Menschen ihre Wünsche erfüllt und ihnen rechtschaffende Ehepartner und Kinder gibt aufgrund ihres Bittgebets. Die zweite Möglichkeit hier daneben ist, dass die Eltern selbst rechtschaffen und fromm sind. Das heißt, dass die Eltern selbst ein Leben in Rechtschaffenheit und Frommheit verbringen und damit Allah eben ihnen als Dank dafür auch ihre Nachkommen, also ihre Kinder, rechtschaffen werden lässt. Und auch hiervon zeugt der Koran. Allah sagt im Koran, dass diejenigen,
die Sorge haben um ihre Nachkommen oder die eben Gutes möchten für ihre Nachkommen, dass sie Gottesfurcht haben sollen und ein gutes Wort oder nur Gutes sagen sollen oder eben wahre Worte sprechen sollen. Das heißt, wenn man sich Sorgen macht um die Zukunft seiner Nachfahren, ist es nicht so, wie es bei uns eben oft ist, dass man sich nur materielle Sorgen macht und dass man versucht, auf materiellem oder finanziellen Wege die Zukunft der Kinder abzusichern, indem man irgendwie Geld anspart, vielleicht sogar auf eine Art und Weise, die nicht erlaubt ist, islamrechtlich, aber dass man eben aufgrund der Sorge um die finanzielle oder materielle Zukunft der Kinder alles tut, um dem eben zu entgegnen. Aber genau das Gleiche sollte man auch auf der spirituellen Ebene machen. Wenn man Sorgen um die Zukunft der Kinder hat in Bezug auf ihre Religion und auf ihre Rechtschaffenheit und Frommheit, so soll man selbst Gottesfurcht, also die Eltern selbst Gottesfurcht haben, auf dass Allah ihnen hierfür auch ihre Kinder rechtschaffen und fromm macht. Und es gibt einige Geschichten im Koran, die dieses Prinzip nahelegen, unter anderem die Erzählungen in Surat al-Kahf, die jeden Freitag gelesen wird, die Begebenheit zwischen Moses und Khadir. Da werden drei Geschichten erzählt, also im Prinzip gibt es drei Situationen zwischen den beiden und zwei davon betreffend das Thema der Eltern und der Kinder und der Rechtschaffenheit und Frommheit der Eltern und den Einfluss davon auf die Kinder. Die erste Geschichte ist, dass Khadir ein Kind tötet, worauf Moses ihn dann fragt, warum er das getan hat, und er ihm antwortet, dass er das getan hat, weil er wusste, beziehungsweise weil Allah eben wusste und es ihm mitgeteilt hat, dass dieses Kind in der Zukunft ein schlechtes Kind sein wird und gegenüber seinen Eltern kein gutes Verhalten haben wird. Und weil seine Eltern eben rechtschaffend waren, wollte Allah ihnen ihr Leben erleichtern und darum hat Khadir getan, was er getan hat und hat eben dieses Kind getötet, auf das die Eltern bessere Nachkommen bekommen werden, weil sie rechtschaffen und fromm waren. Und auch die zweite Geschichte geht in diese Richtung, als Khadir eine Mauer aufrichtet, um damit einen vergrabenen Schatz zu schützen, der eigentlich vererbtes Vermögen an zwei Waisenkinder war, und als Khadir diese Mauer errichtet hat, um dieses Geld zu schützen und dieses Vermögen zu schützen, obwohl diese Mauer in einem Dorf stand, deren Bewohner es verwehrt hatten, Khadir und Moses etwas zu essen zu geben und Versorgung zu geben, hat Moses ihn gefragt, warum er das getan hat und warum er denn keinen Lohn von den Leuten dafür nimmt, worauf er gesagt hat, das Geld oder dieses Vermögen, was ich hier geschützt habe und worüber ich die Mauer errichtet habe, damit die Leute nicht rankommen, gehört Waisenkindern, deren Eltern rechtschaffen waren. Das heißt, auch hier hat Allah es durch Khadir, in dieser Situation durch Khadir sichergestellt, dass diese Waisenkinder das bekommen, was ihre Eltern ihnen hinterlassen haben, aufgrund der Rechtschaffenheit der Eltern. Das heißt, hier sieht man, dass Allah die Zukunft der Kinder sichert, wenn die Eltern rechtschaffen sind. Und dann stellt sich eben die Frage für die Eltern eben, wie sie es verwirklichen können, eben diese Rechtschaffenheit zu bekommen. Und da hat Dr. Khalid gesagt, dass diese letzten 10 Tage des Ramadan die perfekte Situation sind, um selbst an seiner Rechtschaffenheit und Frommheit zu arbeiten, um damit eben auch für seine Kinder auf religiöser und auch auf weltlicher Ebene vorzusorgen. Und so sagt Ibn al-Qayyim über den Wert der letzten 10 Tage, und Dr. Khalid hat gesagt, dass Ibn al-Qayyim ein Gelehrter der Herzen ist, beziehungsweise ein nicht wirklich so, aber ungefähr ein Rechtsgelehrter der Herzen ist, das heißt, das Verständnis über die Herzen und seine Beschaffenheiten und Eigenschaften hat. Er hat gesagt, wenn die Laylatul Qadr an einer bestimmten Nacht innerhalb des Jahres wäre, das heißt, wenn nicht ein bestimmter Monat festgelegt worden wäre, sondern wenn Laylatul Qadr potenziell an irgendeiner Nacht der Nächte des Tages sein könnte, würde er das gesamte Jahr im Gebet und im Gottesdienst verbringen. Aufgrund des hohen Werts eben von dieser Nacht. Und darum, wenn uns schon die Erleichterung gegeben wurde oder der Hinweis und die Einschränkung gegeben wurde, dass Laylatul Qadr nur innerhalb von 10 Nächten sein kann, dann ist es eine große Erleichterung, die wir eben wahrnehmen sollten. Und darum, wenn es nur 10 Tage im Jahr sind, und wenn Ibn al-Qayyim sagt, er würde selbst das ganze Jahr im Gebet verbringen, es sind aber nur die 10 Tage, so sollte man diese 10 Tage eben ausnutzen und nicht jetzt faul sein und sich diese Chance entgehen lassen. Genau, eben indem man jetzt die letzten 10 Tage im Ramadan das Tarawih-Gebet besucht und auch das Tahajjud-Gebet besucht, und zu diesem Anlass erwähnt Dr. Khalid, dass es ihn sehr gefreut hat, dass gestern
mehr als zwei vollständige Reihen bei den Männern vorhanden waren, um das Tahajjud-Gebet zu verrichten. Und inshallah wird es die nächsten Tage noch besser. Und wie gesagt, man sollte sich die Chance nicht entgehen lassen. إخواني الأخ سمير الذي يقوم على الملف المالي والمسؤولية المالية في هذا المسجد والذي يتولى أيضا متابعة شأن الإفطار الرمضاني والسحور طيلة الشهر ولا يراه ولا يعرفه كثير من الإخوة سيجري عملية جراحية مهمة غدا فندعو جميعا له ندعو له الآن ونرجو أن يخصه الإخوة يعني بدعوة صالحة بظهر الغيب أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء والعافية إن شاء الله. Der Bruder Samir, der hier in der Moschee organisatorische Aufgaben erfüllt, unter anderem treibt er das Geld auf für die täglichen Iftar, die hier in der Moschee ausgegeben werden und macht auch sonst viele Dienste in der Moschee. Er hat morgen eine wichtige Operation und Dr. Khalid sagt, wir sollen ihn nicht vergessen in unseren Bittgebeten, auf dass Allah die Operation gelingen lässt und ihn heilen möge. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 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 اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت وصبر كل مصاب وفرح كل حزين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى الصلاة تمام الله أكبر وجهت وجهت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا
وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعن بابك لا تطردنا ومن نعمائك لا تحرمنا. نلقاك وأنت راض عنا مولانا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ولا تضرب بهم وجوهنا مولانا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام وأعنا على غض البصر وحفظ اللسان برحمه منك يا حنان يا منان. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا وأولادنا من كل سوء برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. لا تكلنا لأنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح الصالحين. اللهم فرج عن جميع المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين المظلومين يا رحمن يا رحيم. اللهم نصرك الذي وعدته عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين المخلصين الصادقين في سبيلك في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع الذل والهوان عن المسلمين وارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum. Liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, wenn ihr die Moschee verlässt, nicht im Hof euch aufzuhalten, weil die Nachbarn, die beschweren sich, weil es schallt sehr stark im Hof. Wer also noch reden möchte und sich unterhalten möchte, kann gerne in der Moschee bleiben, aber wer rausgeht, bitte sofort den Hof und die Straße verlassen. Dankeschön. Hat man mich gehört, ja? Assalamu alaikum. Ach, der ist besser. Nochmal der Hinweis, wenn ihr rausgeht, bitte nicht im Hof aufhalten und nicht reden im Hof und auch nicht auf der Straßenseite, weil die Nachbarn sich schon mehrmals beschwert haben. Wer sich noch unterhalten möchte, kann gerne hier bleiben oder nach unten gehen, aber bitte nicht mehr im Hof aufhalten. Dankeschön.